مسائل وفوائد تتعلق بشهر شعبان، وهذه هي الخطبة الثانية المتعلقة بهذه المسائل والفوائد. من المسائل: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أسامة رضي الله عنه كما في المسند وسنن النسائي بإسناد ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أفضت الحديث فيما مضى في موطن غير هذا الموطن من إثبات صحة هذا الحديث، وأن هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن رجب وابن حجر وحسنه المنذري وحسنه الألباني، فهو حديث صحيح، فإن لم يكن صحيحاً فإن أقل أحواله أن يكون حديثاً حسناً. وثابت بن قيس وهو أبو غصن حسن الحديث ولم يتفرد به بل توبع. الشاهد من هذا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أسامة في المسند وسنن النسائي كما ثبت عنه أنه سئل عن صيام شهر شعبان فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يؤخذ من هذا الحديث كما أخذ البعض، لا يؤخذ منه استحباب صيام رجب، لأنه لما قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، رمضان يصام، قد يظن أن رجب أيضا الناس يصومونه ويغفلون عن شهر شعبان، وهذا الاستدلال غير صحيح. فشهر رجب كسائر الشهور، وما ورد كما سلف فيما مضى ما ورد من أحاديث تبين فضل الصوم في رجب فإنها أحاديث لا يفرح بها عالم. كذلك أي حديث ورد في فضل الصلاة كما قلنا وكذلك الصوم في شهر رجب فإنها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المسائل: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سلف كان يصوم شهر شعبان، وجاء أنه كان يصوم الشهر كله، وبينا أنه كان يصوم أكثر الشهر كما جاءت بذلك الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها من أنه لم يستكمل شهرا إلا رمضان كما عند مسلم، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن كان يصوم أكثر شعبان، وما قاله الطيبي من أنه كان يصوم كل شعبان، يعني في بعض السنوات كان يصوم كله وفي بعض السنوات كان يصوم أكثره، وما قيل من أنه كان يصوم بعض الأيام من أوله وبعضا من أوساطه وبعضا من آخره حتى يصدق عليه أنه صام الشهر كله، فإن المتعين ما جاء في الحديث الذي وضح أنه كان يصوم أكثر شعبان، فهو يوضح رواية كان يصوم شهر شعبان كله. ومن المسائل: شهر شعبان كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم لفضله، وما ورد من حديث عند الطبراني عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ولربما أخرها في السنة حتى تجتمع عليه في شعبان. إذن كأن هذا الحديث يشير إلى أنه كان يقضي ما يفوته من صيام التطوع في شهر شعبان ولم يكن يقصد شعبان نفسه، وهذا الحديث
ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان لذات شعبان. من المسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أسامة كما ثبت عنه في المسند وسنن النسائي، قال ذاك شهر لما سئل لماذا كنت تصومه يا رسول الله، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه. قال ابن رجب رحمه الله كما في لطائف المعارف لما قال يغفل الناس عنه، قال فيه استحباب كثرة العبادة والإقبال على العبادة في زمن غفلة الناس، لأن الناس إذا انصرفوا وأصابتهم الغفلة هنا يقل المعين، لكن لو أن الناس أكثروا من العبادة فهناك من يعينه، لكن مع قلة الأعوان صار للعبادة فضل في زمن صدود الناس. ليس معنى ذلك أن الإنسان يخترع عبادات من عنده، لا، وإنما يقبل على طاعة الله بما شرعه الله من عبادات مطلقة أو من عبادات مقيدة. قال ابن رجب رحمه الله وقوله صحيح، قال ولهذا أدلة، يعني إذا رأيت الناس قد انصرفوا ورأيت قلة المعين فاحرص على أن تقبل على طاعة الله. ولذلك كما في صحيح مسلم ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال العبادة زمن الهرج يعني الفتنة كهجرة إلي. لما؟ قال رحمه الله لأن في وقت الفتن الكل إلا ما رحم ربي يتبع هواه، يتبع ما تهواه نفسه، فإذا انصرف الإنسان عن طريقة هؤلاء في اتباع أهوائهم وأقبل على الطاعة فكأن حاله كحال من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدينه، فيكون له فضل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أدلة، يعني إذا رأيت الناس ينصرفون عن الطاعة فأقبل على طاعة الله عز وجل. تأمل، وأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند الترمذي قال عن جوف الليل الآخر، قال أقرب ما يكون الرب من العبد في تلك الساعة، فإن استطعت، في تلك الساعة الناس نيام، فإن استطعت أن تذكر الله في تلك الساعة فكن. قال الساعة، وهنا فائدة لطيفة، وهي بعض من الناس أحاديث وردت في كلمة ساعة، بعض الناس يقول الساعة ليست موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، أحاديث كثيرة ورد فيها كلمة ساعة، ليس المقصود الساعة التي هي 24 ساعة، لا، الساعة في الأحاديث مثل يوم الجمعة، من راح في الساعة الأولى، من راح في الساعة الثانية، أحاديث كثيرة، إن في الجمعة لساعة، أحاديث كثيرة. الساعة في الأحاديث هي جزء من الوقت، قل أم كثر. ما يأتي إنسان ويقول والله ما جاءت من أحاديث في كلمة فيها ساعة، الساعة غير موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. ليس المقصود 24 ساعة كما في وقتنا، لا، الساعة إذا ذكرت كلمة ساعة، ليس المقصود يوم القيامة، كلمة ساعة، ساعة من الزمن المقصود منها جزء من الوقت، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. إذن في زمن الغفلة يحرص الإنسان على طاعة الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضل أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. لما؟ لأنه وقت غفلة الناس. ولذلك لما علل قال لولا أن أشق على أمتي، ليست هي العلة وحدها فقط، لا، قال ما ينتظرها، لما خرج عليهم بعد أن تأخر قال ما ينتظرها أحد على الأرض غيركم، فدل هذا على فضلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن، كما في سنن أبي داود، ماذا قال؟ ونحن نحتاج، وربما أستفيض في هذا
الأمر في هذه المسألة بما أنها ذكرت، لأن في زمن انصرف الناس فيه أو انصرف كثير من الناس بسبب الفتن، والفتن أيها الإخوة ليست محصورة فقط في الدماء، الدماء من أعظم الفتن، لكن الفتن أن الناس ينشغلون فيما لا طائل من ورائه. وأرى أن من أعظم الفتن في مثل هذا الزمن وسائل التواصل التي أشغلت الناس وأضاعت منهم الأوقات والأعمار، وأصبحت محل تفاخر، وأقبل الناس على الدنيا نسأل الله السلامة والعافية بالنظر إلى ما لدى الآخرين. فنحن نحتاج إلى ذكر مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في سنة نبي داود ماذا قال؟ إن من ورائكم أيام الصبر. القابض على دينه هو حديث حسن، كالقابض على الجمر للعامل فيه انتم للعامل فيه أجر 50 أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم. سبحان الله، قال منكم يعني من الصحابة، كيف يكون ذلك؟ نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ليس معنى هذا أن من كان في آخر الزمن أنه يكون مثل السابقين الأولين مثل أبي بكر وعمر. يقول لا يمكن أن يعمل إنسان مثل ما عمله السابقون من الأعمال، لكن قد يعمل عملا مما عمله أولئك، لكن مجموع العمل لا يمكن لأن لهم فضلا عظيما رضي الله عنهم. لكن يقول قد يعمل عملا مما عمله أولئك رضي الله عنهم فيكون له مثل هذا الأجر، وليس معنى ذلك أنه يكون مثلهم أو أنه أفضل منهم. ولذلك في حديث عند الترمذي وعلق عليه رحمه الله: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يدرى أوله خير أم آخره. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول في هذا فضل للمتأخرين. من؟ الذين يسيرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. قال فيه فضل للمتأخرين إذ إنهم يقاربون لكن لا يمكن أن يصلوا، يقاربون من؟ يقاربون المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كما قال ابن قتيبة، قد تقول مثلا، تقول وجه هذا الثوب، وجه لا يدرى وجه هذا الثوب أفضل أم مؤخرته، مع أنك تعلم أن المقدمة منه أفضل، لكن من باب المقاربة فهذا لا يدل على أن من في هذا العصر يساوي الصحابة رضي الله عنهم، لكن هناك فضل وميزة. ولذلك علق رحمه الله على حديث إن ثبت عند أبي نعيم فيه ما فيه، لكن هو أورده رحمه الله، من أن في الحديث أفضل هذه الأمة أولها وآخرها، أولها أنا فيهم، يقول صلى الله عليه وسلم أنا فيهم، وآخرها فيهم عيسى بن مريم، قال وبينهم ثبج أعوج، يعني وسط أعوج لا خير فيهم. يقول هنا أيضا في آخر الزمان هناك خيرية في آخر الزمن لمن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه رضي الله عنهم، ولا يدل على أنهم أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك حديث لما سألهم، هذا إن ثبت لكن جزم بنسبته ابن كثير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أعجب الناس إيمانا؟ فقالوا يا رسول الله الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم ولماذا لا يكونون أعجب إيمانا وهم عند ربهم؟ قالوا إذن يا رسول الله الرسل. فقال كيف لا يكون أعجب إيمانا والوحي ينزل عليهم؟ قالوا يا رسول الله إذن نحن. قال وكيف لا تكونون وأنا بين أظهركم؟ قالوا إذن من يا رسول الله؟ قال قوم يأتون في آخر الزمن يعملون بالورق المعلق، يعني بالمصاحف.
فدل هذا على أن، وهذه وصية لنفسي أولا ثم لكم، في زمن الفتن وزمن صدود الناس وإذا غفل الناس، أقبل على طاعة الله عز وجل، أقبل على طاعة الله عز وجل، فإن لها أجرا عظيما عند الله عز وجل. ولذلك لما قال هنا ماذا قال؟ قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان. من المسائل، هناك حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران في الصحيحين قال له أو لغيره: أصمت الشهر وسرره؟ بفتح السين، ويصح ضمها وفتحها. سرر الصحيح، وللحديث له تتم إن شاء الله في الجمعة القادمة، لكن الصحيح أنه آخر أيام شعبان كما سيأتي. ولذلك عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أصمت من شعبان وسراره، ويصح وسواره وسراره. المهم أن الراء مفتوحة دائما، لكن السين الأشهر الفتح، ولك أن تضم ولك أن تكسر. الشاهد من هذا قال صلى الله عليه وسلم: أصمت من شعبان وسرره؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. القرطبي رحمه الله ماذا قال؟ قال: هذا يدل على أن صيام يوم من شعبان يفضل على صيام يوم آخر في غير وقته مرتين، يعني أن اليوم في شعبان أفضل من صيام يومين في غيره. قال ابن حجر رحمه الله، وقد اعترض ثم عاد، اعترض على القرطبي ثم رجع، قال: لكن ورد في سنن أبي مسلم الكجي، ويصح الكشي، وهو إبراهيم بن عبد الله صاحب السنن، وهو عنده علو إسناد، وهو صاحب الثلاثيات. الإسناد الثلاثي هو ما كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الصحابي والتابع وتابع التابع، يعني يكون الضعف في السند قليل لأنه عالي الإسناد. وأكثر الكتب من الكتب السبعة إسناداً هو مسند الإمام أحمد، أكثر من 300 سند بالمكرر ثلاثي. الشاهد من هذا قال: ورد عند أبي مسلم الكجي أو الكشي، يصح النطق بهذا وبهذا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فصم مكان ذلك اليوم، نص على إفراد اليوم، فصم مكان ذلك اليوم يومين، لأنه رضي الله عنه كان معتادا على الصيام في شهر شعبان، فلما سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله بيانه أكثر: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، ظن أنه لا يكمل، مع أنه كان معتادا رضي الله عنه على الصيام. فلما لم يصم أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يومين بعد ذلك. فدل هذا، هي إشارة، هي إشارة، ليس هناك نص واضح مؤكد، لكن هناك إشارة على فضيلة صيام شعبان. فصم ما استطعت عبد الله، صم ما استطعت من أيام في هذا الشهر، وهو شهر شعبان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلك تحوز على هذا الفضل، وهو ما استشفه القرطبي رحمه الله من أن صيام يوم من شعبان كأنه عن صيام يومين في غير شعبان.